بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اصدقاء المتابعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والتحية طيبة. اما بعد، فرانك هوجر بيتس العالم الهولندي، عالم الزلازل الشهير اللي صار يتصدر كل مواقع التواصل الاجتماعي ونشرات الأخبار، وصار كل ما يحصل زلزال في أي مكان في العالم يتصدر هو الترندات. ولكن ما قد لا يعرفه الكثير من الناس أنه بدأت في الساعات الماضية حملة لكشف وفضح هذا الرجل. العديد من الأشخاص الآن يفتحون النار لكشف حقيقة هذا الشخص الذي يدعي أنه عالم زلازل أو ربما عالم فلك، من بينهم الكثير من العلماء اللي بدأوا يتحدثوا بجدية عن هذا الشخص. أستاذ علم الزلازل في الجامعة الأردنية نجيب أبو كركي نشر خريطة لأمريكا الجنوبية بدت خوية من مؤشرات الزلازل، ثم تحدى قائلا إنه بحلول الاثنين ستمتلئ بالزلازل التي سيوثقها مركز دراسات زلازل أوروبا والبحر المتوسط، وإنه سينشر خريطة لهذه الزلازل بعد وقوعها والتي ستتراوح شدتها ما بين 3 إلى 5 درجات وربما أكثر. أبو كركي قال إن ذلك ليس تنبؤا كما يحاول العالم الهولندي إقناع الناس، ولكنه النمط الطبيعي من الخبرة بالرصد الزلزالي، مؤكدا أن الهولندي المثير للجدل يصدر الوهم وأن ما يقوم به نوع من التكهنات الرخيصة التي يجب عدم الانخداع بها. والسؤال الذي سنجاوب عليه في هذه الحلقة، هل هو فعلا عالم وتوقعاته صحيحة أم مجرد نصاب آخر؟ لازم تفهم أنه فرانك هذا ليس عالم، حتى الآن لا يوجد ما يثبت أنه عالم، لا يوجد أي شهادة علمية عليا في الفلك أو في الجيولوجيا موجودة الآن عبر السوشيال ميديا أو يمكن الوصول إليها، كما أنه شخص غير متعارف عليه في أوساط علم الجيولوجيا أو الفلك، كما أنه ليس له أي بحث علمي، ورقة علمية منشورة يعني في صحيفة علمية مرموقة، لا أحد يعرف عنه أي شيء. بل معظم العلماء الآن اللي بيتناولوا موضوع هذا الرجل وبدأوا بفضحه الآن بيقولوا أو بيعتقدوا أنه هو مجرد إنسان هاوي، مثل الأشخاص مطاردي الأعاصير اللي بيطاردوا الأعاصير من هواية، قد يكون معاهم سيارة فان ومعاهم أجهزة وبيطاردوا الأعاصير وبعدين بيبيعوا هذه المشاهد لقنوات أو علماء أو محطات أرصاد، لكنه ليس عالم، هو مجرد هاوي. بعد زلزال تركيا كذبت عالمة الزلازل في برنامج مخاطر الحركة الزلزالية في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية سوزان هوغ صحت ادعاءات هوجر بيتس. وفي تصريح لصحيفة العين الإخبارية الإلكترونية في أذار الماضي قالت إنه لا يمكن للعلماء التنبؤ بالضبط بموعد حدوث زلزال كبير، ولكن لا يمكننا أيضا التنبؤ بعدم حدوث زلازل كبيرة، إنه وضع محبط. وبدلا من الانشغال بمتابعة هوجر بيتس يجب على الحكومات أن تستعد للزلازل عن طريق الهندسة المناسبة. إذن فرانك حتى الآن لا يوجد ما يثبت أنه عالم في هذا المجال أصلا، لا أحد يعترف به. أضف إلى ذلك أنه هو بيجمع تبرعات لصفحته أو عن طريق حساباته بيجمع يعني تبرعات لنفسه، معاه 500,000 متابع وبيجمع تبرعات وبيسعى يتصدر الترند عشان هذه التبرعات، كما أنه توقعات وأصلا ليست حقيقية. هذا الرجل بينشر كل أسبوع توقعين على الأقل، وكما أفاد الخبراء أو الناس اللي الآن بدأوا بالحملة لفضح حقيقته وكذبه والدجل اللي هو يمارسه على الناس وإثارة الهلع العالمي، بينشر توقعين على الأقل أسبوعيا، ومعظم توقعاته بتأتي في المناطق اللي هي عرضة للزلازل واللي نسبة حدوث زلزال فيها تصل إلى 50%، يعني هو بيصيد في المياه العكرة، و 99% من التوقعات اللي هو بيطرحها ليست صحيحة ولم تحدث، كما توقع أنه في أول أسبوع من شهر مارس العديد من الزلازل اللي تتخطى 8 درجات ستضرب العالم ولم يحصل شيء. حتى توقعه الناس بيقولوا أنه توقع بحدوث زلزال في المغرب، هذا التوقع جاء عشوائي من بين العديد من المناطق وهو ذكرها في بداية السنة، يعني تراكمت الآن مئات التوقعات.
كون انه حصل شيء في منطقة هو اشار اليها وهي منطقة معرضة للزلازل، هذا لا يفيد ان توقعاته صحيحة. عاد المتخصصون في علم الزلازل ليشككوا في تنبؤات هوغيرفيتس. صحيفة الشرق الاوسط نقلت عن الاستاذ المتفرغ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في ضاحية حلوان جنوب القاهرة الدكتور رأفت الشافعي، نقلت عنه تشكيكه في صحة توقع العالم الهولندي حول زلزال المغرب. الشافعي اكد ان مسألة التنبؤ بالزلازل لا تزال تحت الدراسة حتى الآن، ولم يتوصل خبراء الزلازل حول العالم إلى إمكانية التنبؤ بتوقيت ومكان الزلزال قبل وقوعه. ووفق الشافعي فأن خبراء الزلازل في اليابان الذين يشتهرون ببحوثهم المتقدمة لم يصلوا حتى الآن لطريقة أو دراسة يمكنهم من خلالها التنبؤ بالزلازل، مشيرا إلى أن هناك أنظمة حاليا لرصد هذه الحركة يمكنها فقط رصد النشاط الزلزالي والهزات الأرضية وقت حدوثها. علميا لا يوجد في علم الجيولوجيا أي شيء اسمه إمكانية التنبؤ بالزلازل، هذه أكذوبة ومتفق عليها في علم الجيولوجيا أنه لا يمكن أبدا التنبؤ بحدوث الزلازل. أما ما يمارسه فرانك من أكاذيب وحركة اصطفاف الكواكب، فعلميا أيضا في علم الجيولوجيا حركة الكواكب ليس لها أي علاقة بالحركة التكتونية، بل الزلازل ناتجة عن تفاعلات تأتي من داخل الأرض وليس من خارج الأرض. وكون أنه حدث زلزال أثناء اصطفاف الكواكب أو مجموعة من الكواكب، فهذا لا يعني أنه لها علاقة في حدوث هذا الزلزال، علما أنه يحدث يوميا 500 زلزال على الأقل حول العالم، ولكن معظمها إما يحدث في المحيطات أو زلازل صغيرة يعني لا يشعر بها الناس، أو تحدث زلازل بشكل يعني شبه أسبوعي في اليابان، ولكن الدولة هناك يعني مستعدة بمبانيها وبنيتها التحتية وطرق هندسة الدولة كي تقاوم هذه الزلازل وتتحول إلى شيء روتيني في حياة اليابانيين. إذا حكاية أنه قادر على التنبؤ بحدوث أي زلزال هذه كذبة، لا يوجد معادلات أو اختراعات أو آليات أو أجهزة أو حسابات يمكن من خلالها التنبؤ بموعد وقوة حدوث زلزال، هذه أكذوبة متفق عليها. يعني الموضوع كله عبط في عبط لا تصدقوا. الآن هذا الرجل بات يثير يعني حالة من الذعر العام عند البسطاء والغلابة، وبدأ يقول هيحصل الزلزال الآن في المغرب وموريتانيا وأعتقد البرتغال، وأنه سيحدث تسونامي عظيم، وأنه يعني أصلا من المفروغ منه أنه بعد حدوث زلزال المغرب قد تأتي زلازل أخرى في نفس المنطقة، لأنه الصفيحة التكتونية لم تستقر بعد ما انهارت الصفيحة وانضغطت وتسببت بالزلزال. الصفيحة لم تستقر، الآن قبل عدة ساعات حصل زلزال، أو هيكون أمس بحسب تاريخ نزول هذه الحلقة حصل زلزال آخر في المغرب، فاحتمالية أن يحدث زلزال أكبر أو زلزال بقوة 7 درجات يعني هي احتمالية 50% 50-50، فليست إعجاز وليس أن صدفت معاه مرة فمعناه أنه عالم. الآن بدأ الجميع يفتح النار عليه، أنا بدأت أفتح النار عليه من بعد زلزال تركيا، قلت لكم هذا كلام فارغ لأني عارف علميا لا يمكن التنبؤ بالزلازل، ولو كان يمكن التنبؤ لشفت المراصد العالمية الكبرى المنتشرة حول العالم هي من تقوم بتحذير الناس وبنشر يعني هذه التوقعات قبله هو. أتمنى أصدقاء المتابعين تكون الفكرة وصلت، وأن لا تلتفتوا لهذه الترهات الحين قاعد يحذر أنه هي زلزال في العراق وزلزال في اليمن وزلزال في المغرب وزلزال كبير في ألمانيا، لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. في ختام هذه الحلقة أصدقاء المتابعين هذه لكم مني تحية، أنا أيمن القاسمي، دمتم بود، سلمي جميعاً.